انا اسفه، الاستاذ هاني موجود عند سعاده الرئيس جوه. يا ترى حضراتكم عايزينه في ايه بالظبط؟ لا اصل هو يعني كان وعدنا انه يجي يشرب الشاي معانا يعني، وعلشان يتعرف على سيستم الشغل بتاعنا، ولما اتاخر علينا قلنا يعني نيجي نعزم حضرته بنفسنا. طيب اول ما يخرج هبلغه على طول. تؤمر بحاجه تاني؟ تؤمر بحاجه تانية يا محمود بيه، ولا كله تمام بامر الله؟ لا الحمد لله كله تمام، بس طبعا انت عارف يا ميلاد بيه ان الفرحه الكبيره لسه بدري عليها، وعلى راي المثل ما تزغرتوش الا لما تتنصفوا. هنتنصف وهنزغرط باذن الله. اتفضل. لا اتفضل يا محمود. بعد منك يا ميلاد بيه مش ممكن. ما ينفعش حضرتك من اول. مقامك بعد منك يا ميلاد بيه ما ينفعش، مقامك كبير قوي قوي عندنا. اتفضل يا محمود. بعد منك يا ميلاد بيه ورايا. يلا مش عايز. يلا اتخضيت قوي ليه كده؟ دي اقل رنه عندي على فكره، انا عندي رنات كتير قوي لو تحب يعني. الو يا اشرف باشا، ازيك؟ والله لا ده انا اصلي فوجئت يعني بمجموعه عساكر تبعكم جم خدوني وقبضوا عليا مش عارف ليه. معاهم باين يا باشا ياخدوا منه. ثانية واحدة أشرف باشا، إيه موبايل دي؟ في حد يقول موبايل؟ وبعدين تاخد مني الموبايل ليه؟ هو أنا إرهابي؟ أنا راجل شريف ولغاية دلوقتي مش عارف أنتوا أصلاً واخديني ليه؟ وبعدين لو هتاخد الموبايل لازم تاخده بشكل رسمي. ها؟ سيبهوله خليه ينفعه، هنحرزه منه في الاسم. وبعدين لو عايز تتصل بمحامي اتصل بيه من موبايلك عشان ما تقوليش عايز أعمل تليفون في الاسم. ليه يا باشا؟ ما دفعتوش الفاتورة ولا ايه؟ موبايل. ها؟ ارد بس على الموبايل. ها؟ يا اشرف باشا عايزك تروح على طول. يا اشرف باشا مش عايزك تروح لا كده ولا كده، ويكون في علمك بقى انا زعلان منك قوي وشايل منك على الاخر، بس يلا ولا يهمك انا عذرك. انت لسه زعلان مني؟ صدقني كنت نايم. وبعدين انت ما صحيتنيش ليه؟ طب تعالى اشوفك بقى عشان وحشتيني قوي. يا اشرف باشا ما تبقاش غبي سعادتك، بقول لك قبضوا عليا. لا ما طلتمش يا اشرف باشا، اكيد في سوء تفاهم. لا هو موضوع بسيط، اول ما اطلع هبقى اطمنك يا باشا على طول. يا باشا لا اوعى تبلغهم في البيت، الله يحرقك يا اشرف باشا. انت هتسيح لي ولا ايه؟ يخرب بيت غبائك، ما تقول لهمش في البيت. وانا ان شاء الله لو خرجت النهارده هخرجك احلى خروجه يا اشرف باشا، عشان ربنا صارف النهارده. يلا. سلام بقى يا اشرف باشا. سلام. دكاك قوي يا اشرف باشا ده. ما قلتلوش ليه يجي يطلع؟ وانت مالك انت؟ انت عسكري ولا محامي؟ انت تقبض على الناس من سكات؟ انت مش عارف انت بتكلم مين؟ لا مؤاخذه يا باشا، اني كان قصدي اني مش كفايه مبين كمان اني؟ انت فلاح يا؟ ايوه يا باشا. منين انت؟ من شلشلمون غربيه. وايه اللي خلاك تسيب شلشلمون غربيه وتيجي تقبض على الناس الابرياء هنا؟ مش كنت تقعد في بلدك وتزرع ارض ابوك احسن لك؟ ابويا ما عندوش ارض. ازاي ما عندوش ارض؟ امال فلاح ازاي؟ امر الله يا باشا. تصدق صعبت عليا؟ بص بقى دفعه امسك زلطة من دي. أيوة. وشوشها واتمنى إن أبوك يبقى عنده أرض. يا رب أبويا يبقى عنده أرض، يا رب أبويا يبقى عنده أرض، يا رب أبويا يبقى عنده أرض. بصها ما تخافش، ملهاش أهل مقطوعة من شجرة. بصها.
بس ارميها بقى ورا ظهرك، الاسبوع الجاي ان شاء الله هتلاقي ابوك عنده ارض تقعد جنبه، بتزرع الارض ومالكش دعوه بالشغلانه دي خالص. ماشي؟ هو انتوا واخديننا على انهي اسم؟ وانا انت هتشتغلني ولا زلط الحظ ولا زلط النحس؟ لو عندك كلام قوله في النيابه، خد عسكري على الحجز. حجز ايه يا باشا؟ حجز ايه؟ معقوله يعني هتحبسني عشان شويه زلط؟ احنا بنحبس حد يا اخوي، النيابه هي اللي هتحبسك. بعدين ما تستعجلش كده على رزقك، كلها ساعه وتشرف ده وكيل النيابه. ادخل. انا طلعت لا مسدود ولا نيله، وقاعد تشخط وتنطر فيا من الصبح، ده انت وجعتك مهببه. طب والله العظيم لاكون مش تكيكوا في النيابه يا ظلمه، بتعملوا فيا كده مني مش مسنود. ماشي ليكوا يوم، حسبي الله ونعم الوكيل. مالك يا اخ؟ انت جاي في ايه؟ جاي في زلط. انت شغال بنا يا ابني ولا ايه؟ لا يا خفيف مش شغال بنا، ده كان في واحد حب يستظرف معايا، رحت ظرفه بزلطه في دماغه، رقدته في المستشفى بين الحياه والموت. صدقني يا اخ محمود، من زمان ما عملناش مغامره حلوه زي اللي عملناها النهارده دي. تتضح ان احنا لسه شباب والله يا اخي. بس ربنا يجعله فايده يا ميلاد. تفتكر لما رجع وشاف الصوره احساسه ايه؟ اكيد عجبته. وايه؟ خلي عندك ثقه في بنتك قوي يا اخي كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده الظاهر ده الظاهر خلص شغله ومروح اهو. بقول لك ايه، ما تيجي نخش عليه نرمي السلام ونتكلم معاه. اتقل على الرز يا اخ محمود، ما تبوظش الدنيا وتبوظ كل اللي اتفقنا عليه. انت تسيب الصوره بقى تشتغل معاه قد يومين ثلاثه، وبعدها يومين تخش عليه بصورتك مع الاخت سعاد وانتوا مع بعض، وتنافس كل اللي احنا اتفقنا عليه. ماشي ماشي ماشي. ايه ده؟ ايه؟ ورايح ناحيه العربيه دي ليه؟ مش دي عربية رئيس مجلس الإدارة؟ يمكن بعته يجيب له منها حاجة، ما انت عارف ان السيد رئيس مجلس الإدارة انزوح قوي، هيشغل الولد عنده مرمطون. لا يا ميلاد، لا لا لا، دي مش عربية رئيس مجلس الإدارة. عربية رئيس مجلس الإدارة واقفة وراها اهي. الله، ده ركب وبيدور، تكونش عربيته هو. تصدق انها عربيته بقى؟ ما يمكن يكون شغال عليها. شغال عليها ده ايه؟ هو في حد شغال على العربية يطلع الطلعة دي؟ لا لا، ده الواد طلع غير يا ميلاد. برضو ما تفقدش ثقتك ببنتك يا اخ محمود. ثقتي ببنتي؟ دي سعاد كبرها توك توك. قولك فيما هو منسوب إليك بقيامك بالنصب على السياح في منطقة الهرم. أولا يا باشا أنا ما نصبتش على السياح ولا حاجة، أنا كل اللي عملته إني بعت لهم الحجر ده وقلت لهم إن ده حجر الحظ السعيد. وبعدين يا باشا دي حقيقة علمية. يعني معترف باللي عملته؟ معترف بإيه بس يا باشا؟ يا باشا أرض مصر دي أرض مباركة وذكرت في القرآن الكريم، يعني أرض مقدسة، وكل حبة رمل منها فيها خير وبركة. انت هتبيعهم عليا يالا؟ العفو يا باشا، مين بس اللي جاب سيره البيع؟ يعني حضرتك بتنكر الكلام اللي انا بقوله؟ تنكر ان مصر ارض مباركه؟ لا يا اخويا ما بنكرش. طيب يا باشا فين بقى المشكله؟ بص سعادتك،
انا هاخد الزلطه دي وابوسها واتمنى ان انا اخرج من هنا النهارده واروح، وهتشوف سعادتك ان الامنيه دي هتتحقق. ليه ان شاء الله؟ انا ممكن احبسك. بتهمه ايه يا باشا؟ بتهمه النصب على الخواجات. ماشي، فين بقى الخواجات اللي متهميني بالنصب؟ في بلاغ متقدم ضدك من رزق السندايوني صاحب محل انتيكات في نزله السمان، بيقول فيه انك بتنصب على الخواجات وبتبيع لهم الحجاره على انها اثار. اولا يا باشا لازم الخواجات دول هم اللي يقدموا فيا بلاغ، ده اذا كانوا تضرروا مني اصلا، مش ده قانون برضه يا باشا؟ ثانيا بقى ده بلاغ كايدي، لان في مشاكل بيني وبين اللي اسمه رزق، لان انا اللي حاولت افضح نصبه هو على الخواجات. بعد اذن سعادتك بقى انا عايز اقدم بلاغ رسمي اقول فيه ايه اللي بيعمله هذا الشخص وبيسيء بيه لسمعه مصر. ازاي يعني؟ تخيل سعادتك انه بيبيع لهم تماثيل صيني مضروبه ومتقلده وحش جدا على انها تماثيل من الحضاره الفرعونيه، مش دي اكبر اساءه لسمعه مصر؟ بس التماثيل دي مصرح ببيعها للسياح، وما دام محدش اشتكى يبقى خلاص. يعني سعادتك هو يبيع تماثيل مضروبه ويبقى خلاص، وانا لما بيع للسياح حجاره من ارض مصر المحروسه المباركه ابقى انا اللي نصبت؟ ولا انت برضه هتقولي حجاره مباركه؟ انا مش عارف بس اعمل لسعادتك ايه يا باشا. طب بص سعادتك، خد حجره من دي حضرتك، اتمنى اي امنيه وبصها وارميها ورا ظهرك، وفي ظرف 3 ايام يا باشا لو الامنيه دي ما اتحققتش اعمل فيها اللي انت عايزه. اشمعنى 3 ايام؟ اكون غيرت محل اقامتي وحضرتك ما تعرفش تجيبني خالص. ايوه كده، ايوه كده يا باشا اضحك. طب ايه رايك بقى، انا لما بصت الحجره دي من شويه ما اتمنيتش ان انا اروح من هنا ولا حاجه، لا اتمنيت ان اشوف الضحكه الحلوه دي يا باشا. ولما انت يا لسانك حلو كده وصاحي وحرك، ايه اللي رماك على السكه دي؟ مش تشوف لك شغلانه احسن؟ والله يا باشا انا عملت كده بس يعني من غلبي، لان اللي اسمه رزق ده ما كانش عايزني اشوف اكل عيشي مع السياح اللي بيقفوا قدام المحل بتاعه، وصلت عليا البلطجيه بتوعه وكانوا عايزين يضربوني، فقلت يعني اضايقه. انت خرت يالا؟ يسمع من بقك ربنا يا باشا. يا باشا انا لا طولت ابقى خرتي ولا طولت ابقى مرشد سياحي، عارف سعادتك انا واقف في النص بالظبط. يا ريت سعادتك بقى تشوف لي اي واسطه وتخليني ادخل النقابه. تخيل سعادتك عايزين مني رشوه عشان ادخل النقابه وانا اللي مش عايز. رشوه؟ تقدر تقول الكلام ده بلاغ رسمي؟ طبعا لا يا باشا. ليه؟ لان يا باشا ساعة الجد كله هيطلع شريف وانا اللي هطلع جزمة في الاخر واتحبس. طب انا هطلعك المرة دي، بس على الله على الله شوف وشك هنا تاني. بتبيع لي بقى زلة الحظ ولا خشب السعد هحبسك، فهمني؟ ايه ده؟ يعني برضه حضرتك مش مصدقني؟ ولا خلاص يا باشا، خلاص يا باشا، ربنا يخليك لينا يا باشا، ربنا يخلينا العداله يا باشا. معلش بقى يا اخ محمود، كل شيء اسمه نصيب، احنا بس كنا نعرف منين ان هو غني، ده ما كانش باين عليه. احنا اللي عبط يا ولاد، افتكرنا غلبان زي ده، معقول واحد غلبان زي ده يتعين بالطريقه دي؟ صار علينا كبرنا وخرفنا. لا يا اخ محمود ما تكبرش الموضوع بالشكل ده. تصدق انا لما شفته هو طالع الطلعه الامريكان البايخه دي ما حبيته راحت من قلبي. ايوه على قولك، بس الحمد لله يا ميلاد ان انا ما حطيتش صورتي مع سعاد، كان زمانه بلغ عني رئيس مجلس الاداره. ليه يعني؟ هو يطول يناسب اشرف واعز ناس في الدنيا دي بحالها؟ ربنا يسعدك يا ميلاد، ربنا يخليك ليا، انت فعلا نعم الصاحب والاخ والزميل. انا خارجه يا بابا بعد اذنك. بعد اذني ايه بقى؟ ما انت خارجه خلاص يا بابا. ما انا قايله لماما ان انا رايحه اذاكر عند سميره صاحبتي. ايوه يا حاجه، قايله لي من امبارح. انا مش فاهم ايه حكايه سميره دي، هي المذاكره ما تحلاش اللي عندها؟ ما هو البيت بيبقى فيه دوشه. يعني ايه؟ ما يعنيش يا اخويا، ما تقصدش. يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي، روحي شوفي وراكي ايه، ما تتاخريش. كويس اللبس ده يا بابا؟ يا بت انجري بقى وروحي شوفي حالك، ما تتاخريش، ربنا يصلح حالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بنتك دي هتنقطني، شايفه بتستفزني ازاي؟ دي بتسالك وبتاخد رضاك. يا سلام، هو انا مش فاهم بنتي؟
ربنا يعيني عليها. يا عم ادعي لها ربنا يصلح حالها. ربنا يصلح حالها وحال بنات الناس كلها. انا مش عارف بتعاندني ليه، دي زي ما تكون ابتلاء ربنا بيبتليني بيه. يو يا حسن عليك لما تكبر المواضيع، ابتلاء بردك ده بيتك تتقل بالذهب. ما هو كلامك ده هو اللي بوظ دماغها. يا قمر يا جميلة يا حلوة يا ست البنات، زي ما تكون نبغة من النوابغ وهي بتنجح بالعافية وقاعدة كل شوية قدام السليبات ولا الكليبات الزفت دي، اللي ما مرة شفتها بتقرا كتاب من الكتب دي. هو عاد حد بيقرا دلوقتي يا حسن؟ ده انت لو شفت بنات الناس تحمد ربنا على غيرك. حاولي بس، ما انا الغلطة غلطتي، قعدت اربي بنات الناس وسبت بنتي. قومي اعملي لي كوباية شاي اعدل دماغي قبل ما العيال ييجوا ياخدوا الدرس. حد يضيع فرصة انه يتعاون مع نظمي؟ ده البلد كلها بتشتغل معاه. يا ستي ومين قال بس انها عرفات؟ امال اللي عملته ده ايه؟ هذه طريقة في اللعب. انا كان ممكن اقول له حاضر وتحت امرك، بس في الحالة دي هكتسب صفة التابع مش الشريك. متهيألي يا حبيبتي دي تفرق كتير قوي. مش فاهمة، يعني هو بعد ما مشي هيرضى يلعب معاك تاني؟ غصب عنه هيجيلي يا حبيبتي، مش لان انا اشطر منه لا العفو، انما لانه بيلعب على ملعب غير ملعبه، ومهما كان حريف انا اللي هكسب. اللي زي نظمي ما يغلبش يا حبيبتي. انت فاهمها غلط. عارفة رونالدو اللي بيقولوا عليه اغلى لعيب في العالم؟ اه بتاع البرازيل. مال هاتيه بقى عندنا مع مركز شباب الوراق، يلعب مع العيال هناك على ارض تعبانه وكوره مش نافعه، هيبقى اسوأ لعيب في الدنيا. شوف بقى، اللي زي نظمي ده بفلوسه صعب قوي انه يخسر. بس في الوراق انا اللي اكسب، لان على ملعبي في وسط ارضي وناسي، الناس اللي انا عارفهم وحافظهم. اهل الوراق لو حسوا انك عايزه حاجه منهم يتلموا ويتنمرضوا ويعملوها حكايه وقصه، انما لو خدت كل واحد منهم لوحده بوجعته ساعتها هتاخدي منهم كل اللي انت عايزاه. السلام عليكم. ازيك يا ستي؟ تمام. الحقيني يا انطاف، راجل غريب في بيتنا. انت هتصيحي لي؟ ده انا بتاع النور. ريحي انت يا ستي، ريحي دلوقتي. راجع متاخر ليا واد، قلقتنا عليه. لا من هنا ورايح مش عايزك تقلقي خالص، هو ده نظامي، من البيت للاسم ومن الاسم للبيت. اعوذ بالله، انت هتفول علينا بالاقسام ليه؟ مين اللي جاب سيره الاقسام دلوقتي؟ ما تركزي بقى معايا ياما، انت هتقوليني كلام ما قلتوش. وبعدين انا راجع النهارده مبسوط ومنشرح وهخرج مع منى. صالحتها؟ ضحكت عليك بكلمتين يا نغه. لا ضحكت عليا بتسع كلمات يا ام النغه. ياما خليكي محضر خير بقى. امال فين حشرات الشعر اللي كانت ماليه البيت؟ اتهدوا واتخمدوا. يا رب انا كبرت عيالي، انا عارفه ايه المقارين اللي جولي على كبر دول. والراجل الكبير فين؟ جيت غدا وريح ونزل عنده مشوار، سالته فين المشوار ما ردش عليا. يكونش اتجوز عليك يا اما؟ انت شاكك في حاجه يا واد؟ خد هنا، انت سمعت حاجه يعني؟ حد قال لك حاجه؟ والله بهزر معاك. لا دي ما فيش فيها هزار، اصل دي يعني معروفه، الرجاله في السن ده بينهط له، واحد يبقى عايز يعمل نفسه وزوز وهو يعني. يلا بقى مش عايزه افسر في وشك. ياما تفسري ايه بس؟ ما تظلميش الراجل بقى، مش جايز عايز يعمل لك مفاجاه. انا هخش اخد دش. ده اخوك فوزي جوه. قصدك هاني؟ ما تقولش هاني، تقول فوزي قدامها، لا تروح تقول لابوك ويعمل لنا غاغ. دي؟ وهي دي دريانه بحاجه ياما؟ حرام عليكي. دي تحسب لك كم مره قلنا فوزي وكم مره قلنا هاني من ساعه ما اتولد. طب وسي فوزي ده هيبات في الحمام النهارده ولا ايه؟ تلاقي عنده مغص من الرمرمه اللي بيرمرمها في المدرسه. وهتنقي
على مسكة يزيدنا جهل، تربية ناقصة وزوغل من الفصول. يا دي هاني، قصدي يا زفت. ايه يا عم هيمه مستعجل ليه؟ خلاص ثواني وهطلع. اوعى يا تكون بتشرب سجاير في الحمام. سجاير ايه بس؟ هو الواحد ما يعرفش ياخد راحته حتى في الحمام؟ امال سموه ليه بس بيت الراحه؟ يعني هو بيت الراحه ليك انت لوحدك؟ ما كلنا عايزين نرتاح. حر يا فوز منك بري، اما انت واد صايع وكهيل. زمانه على وصول، اول ما يجي هخليك تابعيه. مين مستر سامح؟ ده مدير الايجنسي ومسؤول عن المشروع ده. اتفضلي استريحي. اتفضلي. شكرا. شوف الاجازه تشرب ايه يا عم عبده. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا آسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. أؤمر حضرتك؟ الأمر لله يا سيدي. هو الحقيقة وأنا ماشي قدام الجامع بره لقيت إعلان مكتوب فيه تقريبا يعني عن تعليم دورات كمبيوتر في الأسبوع ده، صحيح؟ إن شاء الله. وإن شاء الله الدورة بكام بقى؟ ب 30 جنيه. بس؟ يا بلاش، يا ريتني ما دفعت فلوس الكمبيوتر منهم لله. بتقول ايه حضرتك؟ بقول بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ويا ترى مين اللي هيدرس في الدورات دي؟ اساتذة افاضل متخصصين، وكلهم والحمد لله بيدرسوا تطوع. ولما هو تطوع الفلوس اللي هتاخدوها دي هتودوها فين؟ بتروح لاعمال الخير طبعا. ما شاء الله ما شاء الله. يعني مثلا لو طالب ظروفه وحشه ما بتاخدوش منه حاجه، ولا ده لازم طيب. طب انا عاوز اسجل في دوره. المطلوب حاجات بسيطه، حضرتك بس هتدفع رسوم الدوره وتجيب صوره شخصيه لابن حضرتك. وابني ليه؟ الله، هو مش ابن حضرتك اللي هيشترك في الدوره؟ لا يا سيدي، انا اللي هشترك في الدوره. ده لو ما كانش عندكم مانع يعني. ما شاء الله ما شاء الله، بالعكس ده حضرتك تشرف، ده العلم فريضة على كل مسلم ايا كان عمره. اتفضل حضرتك املى الاستمارة دي. وهنبدأ الدورة امتى ان شاء الله؟ حضرتك املى الاول وهنبتدي فورا. اهم حاجة عايزين نراعيها ان شاء الله خلال الفترة التدريبية بتاعتنا هو عدم لمس الاجهزة النهائية، زي ما انتم شايفين طبعا في التحذير المثبت على الجهاز. هي بس حضرتك ازاي هنتعلم الحروف من غير ما نلمس الاجهزه؟ ما تقلقش يا ولدي، ان شاء الله هجاوب على كل اسئلتكم وهعلمكم كل حاجه، بس من غير لمس الاجهزه، لان لو كل واحد لمس الجهاز وسط عشرات من اللي بييجوا يلمسوا الاجهزه هنا، الاجهزه دي هتبوظ، صح ولا لا يا ولدي؟ ممكن اطلب من حضرتك طلب قبل ما نبدا الدوره؟ امرني يا ولدي.
بلاش تقولي يا والدي، انا بتسدي نفسي على العلم، وانا عاوز احس ان انا طالب في اول الطريق اهله بيشحتوا عليه عشان يعلموه. بس كده النهاية الاثنين، انت تؤمرني يا والدي؟ تاني يا والدي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبدا اول دروسنا عن الكمبيوتر، وهو الدوز. دوز؟ دوز ايه؟ دوز، دي او اس. ما هو الدوز؟ ايه؟ عرب ستارز؟ هي لسه فاكره؟ ما قلتلهاش ليه ان احنا خلصنا من زمان؟ اصلها بصراحه شكلها حلو قوي، كرباج، قلت جايز تنفعك في اي حاجه تانية. ليه يا سيدي؟ من قله يعني؟ هو انا ملحق على اللي عندي؟ طب شوفها بس وانت هتدعيلي. هادي ما اشوف، انا هصدقك بس عشان عارف ان ذوقك حلو، على الله ما يكونش باظ. اتفضلي مستر سامح. انت ليه ما دخلتش انس جانيا؟ انا جهانيا يا فندم. ازاي؟ مش اللي بيقول لي ان في واحده مصريه بره؟ هو حضرتك مصريه؟ انا متشكره قوي على مجاملتك. خدي بالك انا ما بجاملش، انا شغلتي الحمد لله جمال، واللي يتعامل مع الجمال لازم يقدر. عارفه ليه؟ لان الجمال بقى شيء نادر في العالم الطبيعي اللي احنا عايشين فيه. صح ولا ايه؟ صح يا مستر سامح. طب شوف الانسه جهان تشرب ايه. أنا طلبت شاي. هات لنا اتنين شاي أخضر يا شيخ. اتفضلي يا سيدي. إحنا في تفاصيل كتيرة قوي في حياتنا كمصريين ما بناخدش بالنا منها، وبتأثر على صحتنا وحيويتنا وقدرتنا على إننا نبقى في أحسن صورة. ما بتشوفوش الصور بتاعت الخواجات قد إيه هم قادرين يحافظوا على جمالهم وتألقهم؟ تفتكري كل حاجة عندهم مظبوطة. طب ما احنا نقدر نعمل ده كمان، بس لو اخدنا بالنا من تفاصيل حياتنا. صح ولا لا؟ مالك يا استاذ حسن؟ كفالله الشر، في حاجة؟ مفيش حاجة، متقلقوش. حسن مالك يا اخويا؟ في ايه؟ قلبي زي اللي اتقبض فجأة، ليكون جيهان جرالها حاجة. ما تخافش يا اخويا، جان كويسة زي الفل، لسه مكلماني من عند زميلتها من ربع ساعة. بجد؟ الحمد لله. أيوة، وكانت زي الفل، ما بتشتكيش من حاجة. طيب، ربنا يطمنك. إيه حكاية قلبك اللي اتقبض فجأة ده يا أستاذ حسن؟ أنت مش علمتنا إن إحنا ما ناخدش إلا بكلام العلم، وكلامك ده يندرج تحت بند الخرافات. لا يا لمد، بكرة لما تتجوز وتبقى أب هتعرف انه يندرج تحت بند الابوة. احنا كنا بنتكلم في ايه قبل ما قلبي يتقبض؟ شايفة اهو لا ولا حتى اتصل يطمن على اولاد زي ما تكون بسدة. النهارده بالليل بعد ما اخلص مشواري هعدي عليها اشوف ايه حكايته ده. رافع كلمته ومحدش رد عليا. ايه ده يا؟ انت مش حلفتي انك مش هتكلميه؟ ما حلفتش، انت طرشتي في ودانك. الحق عليها يعني انها عايزه مصلحتك، مش احسن من شحطتك وبهدلتك انت وعيلك بعيد عن بيتك؟ ده رايي يا سعاد، هو قاعد على قلبك يا اختي. ما تقصدش يا حبيبتي، ده انت منوره، ده انت وعيالك اللي مالهمش حس دول، بس احنا يعني قلبنا على مصلحتك. هي مصلحتي ان انا اتزل لجوزي؟ عايزين ترخصوني قدامه؟ هو مين اللي رخصك ده يا بنت انت؟ هو انت تروحي تنكدي على الراجل وبعدين تيجي تقعدي تعيطي لنا هنا؟ ايوه ايوه يا اخويا، كل واحد منكم لطش فيا شويه، ها؟ ده بدل ما تحاموني يا بنتي ما اتجوزت ولا اتنيلت، يا بنتي عينست زي سعاد. ويحرق لسانك يا شيخه.
والمصحف الشريف يا ماما اقصد يتقطع لساني. ان شاء الله يتقطع 60 حته. هو احنا ناقصينك انت وعيالك؟ ده الواحد اللي فيه مكفيه، ده دماغي خلاص. خش يا بيت، خش يا بيت، تعالي جوه مع عيالك، البيت مش ناقص عياط. ده ايه النصيبه اللي انا فيها دي؟ الواحد يقول ربنا يبعدهم ويسعدهم يرجعوا زي القرش البراني. الموضوع مش سهل يا جدعان، انا قلقان. ما احبش كده، احنا كده بدانا في الطمع. انا هعدي لك الكلمه دي يا سعاده الباشا عشان انت في بيتي. لو الحكايه حكايه فلوس وبس، ما انا كنت قلت لكم من الاول وعلى بلاطه. معلش معلش يا جنيدي باشا، الباشا ما يقصدش، بس احنا كان عندنا عشم تخلص لنا الموضوع بتاعنا. وانا ما خيبتش عشمكم، بس دي مسؤوليه. المكان ده ما حدش بيخشه غير انا. لو ضاع منه حرز هيفتحوا تحقيق، وطبعا هيشتبهوا في اول واحد انا، وهطير فيها رقبتي. وانت عايز كام يعني الثمن لرقبتك؟ جري يا سعاده الباشا، انا احب اخدم وانفع واستنفع، بس ما توصلش ان هتطير فيها رقبتي ولا يا سعاده البيه. انت كده بتقفلها يا جنيدي. اقفلها ازاي؟ كل حاجه في الدنيا ليها حل، بس بتكتكه وترتيب. احنا ما عندناش وقت للتكتكه والترتيب. مساء الخير. مساء النور. ما شاء الله. كنت مستني دخلتها وديني قلت المنى. نايم يابا، وانا قلتك استأذن منك عشان خارجه مع هيم. رايحين فين ان شاء الله؟ هيفسحني النهارده، عاوز حاجه؟ مش قادر، لازم اقول له. مش وقته يا باشا. بالعكس، حلاوتها في حموتها. باشا انت مش سامعها ان هي بتقول نازله مع خطيبها؟ ماشي، انا مش فاضي دلوقتي، خلي بالك من نفسك وخد دول عشان لو احتجت حاجه انا عارفه ان انت مريحه. لا 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 لا، ما اقدرش، ده هيما يزعل قوي. هو انا اقدر احط ايدي في بوكي طول ما انا معاه؟ ولا اقول لك هاتهم برضه احتياطي، مش هيخسروا. لا مؤاخذه يا سعاده الباشا. ما شاء الله، كبرت قوي بنتك يا جنيدي باشا. ربنا يخليك يا سعاده الباشا. خلونا في موضوعنا. يا سعاده الباشا انا مستعد اخلص لكم الموضوع ده، بس الموضوع ده مش محتاج سربعه وقلبه، لانه هيقلب غم. ادوني وقت وانا اخلصه لكم. قدامك خمس ست ايام بالكتير، والا هنشوف سكه تانية. ماشي الكلام؟ ماشي يا باشا. واشرب الشاي. ده انا ما رضنيش ان سعاده الباشا يعني يضر، ده انا في ديب رقبتي. نتكلم بقى في الاتعاب. هنقول ايه تاني في الاتعاب؟ هنقول سبحان مغير الاحوال. هو في يا باشا حاجه بتفضل على حالها؟ ما ديك شايف الاسعار عماله تنط نار نار نار. انا يعجبني فيك يا جنيدي انك راجل صريح وعملي وبتجيب من الاخر، وانا عايز ابقى عملي برضو واجيب من الاخر. وماله يا باشا؟ هات من الاخر. انا عايز اتجوز بنتك. قلت ايه؟ ما قلت لك يا سعاده الباشا السابق انها مخطوبه. وانا باخد راي خطيبها؟ انا باخد رايك انت. لو قلت خطيبها ليه 100 تصريفه، ونجيب برضه من الاخر. ال100 تصريفه دول اولهم التفاهم، واخرهم لا سمح الله القتل. مالك يا سعاده؟ في ايه؟ تعتقد على كلام اختك؟ انت عارفه انها عبيطه ولسانها فايق. انا برضو اللي هقولك على لسان فايزة، ده هو اللي جابها ورا، جابها عندنا. مش احنا ورا برضو؟ بقى بذمتي في واحدة عاقلة تسيب شقة 4 مطارح ومطبخ وحمام ببانيو في الكتكات بيطل على النيل، وتيجي هنا عشان تعدي النيل؟ لسه زعلانة؟ احزاني ما كسبتش. هي قالت مش هتعرف عايز برضه فيه، ولا هتقول زي اصحابي في الشغل بيتريقوا عليا ويقولوا لي تاخر تطار الزواج عني. سعاد، والنعمه اللي يجيب سيرتك بكلمه قطع له لسان. انت بتتعايبي؟ ده كفايه ادبك واخلاقك ودينك. ناقص تقول لي تتقلي بالذهب زي ما امك ما بتقول. خدتها من على لساني على فكره. تقدر تقول لي لما احنا عيله تتقلي بالذهب ايه اللي وكسنا كده؟ الله
شكل انا كمان هقعد اعيط جنبك ونقلبها محزنة بقى لغاية ما النهار يطلع. يا بنت عقالي يا بنت، جواز ايه وقرف ايه؟ يعني هما المتجوزين خدوا ايه؟ الله، ما انت شايفة فايزة اهو. طب انت عارفة بقى انا بأجل الجواز ليه؟ مش عشان الفلوس والشقة والكلام الفاضي، لا 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 لا، كل دي حاجات مقدور عليها، انا بس بأجل النكد شوية. انا لو عايز اتجوز بكرة الساعة 7 اكون متجوز، بس انا اللي مش عايز. يا بنت يا بنت اضحكي يا بنت، ملعون ابو، ولا بلاش، كنت هقول لك ملعون ابو اللي يزعلك، بس افتكرت ان فايزة هي اللي مزعلاكي. وبصراحة يعني ابوكي ملوش ذنب، وربنا الرجالة اتصوا في نظرهم عشان يسيبوا واحدة قمر زيك. بس ما تفكرنيش عشان ما ارجعش اعيط تاني. يا بنت والنعمة قمر يا بنت، بكرة تتجوزي وتشبعي نكد وتقعدي تبكي على اليوم اللي كنت بتبكي فيه على الجواز. ايه الجملة الغريبة اللي انا قلتها دي؟ الظاهر الواحد ملوش في تطيب الخواطر. يعني انت كنت بتطيب خاطري دلوقتي يا هلمة؟ اه طبعا. وبنتي فاكرة ايه؟ يلا يا بنت، يلا يا بنت بقى، انا مش فاضيلك. طب بصي، بدل ما انت قاعدة تعيطي هنا انزلي تحت احرقي دم فايزة زي ما هي حرقت دمك. ازاي؟ بصي انت اول ما هتنزلي هي هتقعد تقول لك معلش سامحيني انا ما كنتش اقصد، لان امك هتحلفها تقول كده. فانت بقى تقولي لها ايه؟ ولا تقصدي؟ او الواحده لما تتاخر في الجواز احسن ما تتجوز وتفشل في انها تحافظ على بيتها وجوزها. يلا خلي الشقه تولع تحت. شايفه يا امه؟ شايفه بنتك اللي مش متربيه بتقول عليا ايه؟ انا فاشله؟ ايوه فاشله، فاشله بالثلث كمان. عماله تعايريني ان انا ما اتجوزتش، اديك اتجوزتي. عملت ايه الجواز؟ انطردت من البيت. انتي اتجننتي؟ مين ده يا حبيبتي اللي انطرد؟ انا سايبه له البيت بمزاجي. لا اتجننتي واتطردتي شر طردك، والا ما كنتيش جيتي هنا عشان تقرفينا في عيشتنا. طب والنعمه الشريفه لو زودتوها عن كده وقمتوا شبطتوا ببعض، لا اديكوا انتوا الاتنين بالصرمه واترككوا بره باب البيت واقفل بالضبه. كده ياما؟ كده بتنصريها عليا؟ ده بدل ما تربيها؟ انا متربيه وزي الفل. وان شاء الله ان شاء الله عن قريب مش هتلاقي حاجه تعيريني بيها، لان في واحد متكلم عليا وهيتقدم لي كمان يومين. ده مين ده يا حبيبتي اللي مكسر نظره؟ اعمى ولا واقف نار لفه كده؟ هتعدي يا فايزه ورا فين؟ يلا يلا هيكسروا لك التلفزيون على فكره. سلام. على الله يكهربوا ويريحوا. ايه بنات؟ جواز ايه اللي انتوا بتتخانقوا عليه؟ ما انا قاعده اهو في الجواز ومستنيه عدلي. ايه يا انسجام؟ زعلتي كده ليه؟ مش مهم موضوع عرب ستارز، في 600 فرصه جايه غيره وفرص احسن منه كمان. طب حضرتك ممكن تطمني ازاي ممكن الاقي فرصه اظهر بيها موهبتي؟ موهبتك ظاهره من غير ما تبذلي اي مجهود يعني؟ لا حضرتك، انا مش قصدي على الشكل، انا قصدي صوتي. صحيح، كان المفروض اقول لك من الاول تغني، بس الحقيقه اصلا جمالك لخبطني. طب تحب تغني ايه؟ اللي تحب تسمع قديم ولا جديد؟ اللي يعبر عن ذاتك. حبيبي وعنيا لو في وسط مية ما يخفاش عليا، عليا ما يخفاش عليا. ده انت اكتشاف يا جيهان. بجد صوتي عجبك؟ عجبني؟ ده بهرني. انا خلاص اعتبريني مضيت معاكي عقد احتكار. احتكار يعني ايه؟ احتكار يعني ان اقف جنب الدكتورة دي وانا هخبط لحد ما توصل للناس وتاخد المكان اللي يستحقه. مستحيل ده. انا مش مصدقة نفسي. ليه يا نسيم؟ اصل سعادتك انت اسم كبير قوي، عمري ما تخيلت انك ممكن تساعد حد زيي في اول الطريق. دايما بسمع ان اللي بيبقى عايز يوصل بيتعب قوي في اول الطريق. ما هو مش اي حد بيجيله الفرصه دي بسهوله، لازم تكون مستحقها زيك. ما تيجي نتعشى بقى، اسمحي لي احتفل بالانجاز اللي حصل النهارده. لا اصل انا لازم اروح دلوقتي عشان ارتبط بميعاد عادي. طب على بصر. لا شكلي قوي، انا هنزل لوحدي. اوكي براحتك، بس انا مش عايزك تعملي فرق بيني